بالحديث يعني في واحدة من أهم المبادرات الرئاسية، والحقيقة كلنا منتظرين أنها تعمل طفرة في حياة المصريين، خاصة أنها يعني هتتعدى نص تقريبا الشعب المصري في فكرة أن احنا نطور من حياتهم، وهي مبادرة حياة كريمة. الأستاذ مصطفى زمزم سفير مبادرة حياة كريمة قال عن المبادرة الرئاسية أنها يعني مهتمة بنشر مفهوم طبعا التنمية المستدامة من خلال مراعاة كافة الأبعاد البيئية ومبادئ التنمية المستدامة في المنطقة المستهدفة. أكد أن حياة كريمة قصة نجاح ملهمة بتهدف لتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، وقال أن مبادرة حياة كريمة بتعتمد نهجا مراعيا للمناخ من خلال مزامنة جهود التكيف مع المناخ، التخفيف من حدته وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغير المناخي. وأكد أن المبادرة بدأت أنها بتعمل بالمشروعات الغير مضرة بالمناخ، ولفت أن مبادرة حياة كريمة أحدثت طفرة كبيرة في الريف المصري من خلال تقديم خدمة لأكثر من 60 مليون مواطن داخل 1500 قرية كمرحلة أولى، وشدد أن الأعمال في المرحلة الأولى من المبادرة هتتم على قدم وساق. أشار أيضا إلى أن مشروعات المبادرة بتتيح لأكثر من 600 ألف فرصة عمل، بتعتمد بشكل كبير على الشركات والمصانع المصرية، وأشاد بدور القطاع الخاص في دعم المبادرات الحكومية خصوصا القطاع المصرفي، وطالب الإعلام بإلقاء الضوء على دور القطاع الخاص في دعم التنمية المجتمعية والمستدامة. الحقيقة أن مبادرة حياة كريمة يمكن احنا قلنا أنها بتهدف لـ 60 مليون مواطن طبعا. مصري عندنا مراحل متقسمة على مراحل، المرحلة الأولى المرحلة التانية، احنا دلوقتي في المرحلة الأولى ومنتظرين أن احنا نشوف النتائج بقى. بص حضرتك، مبادرة حياة كريمة دي نقدر نقول عليها يعني وبدون مبالغة تماما أن هي من أعظم يعني المبادرات التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة. الحقيقة أن الريف المصري يعني كان يلقى تهميشا كبيرا جدا جدا، واللي زي حالاتي اللي نشأوا في الريف وتعلموا في الريف وتربوا في الريف بيعمل مقارنة دلوقتي بيجد المسألة مختلفة تماما. عشان كده لما يبقى في تحسين جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر اللي هم في الريف المصري، فدي مسألة في منتهى الأهمية. يعني هذه المبادرة العالم كله أشاد بها، يعني لك أن تتخيلي أن أكبر الدول لا يمكن أو ليس لديها الجرأة أن تقوم بمثل هذا العمل. هذا العمل خطير جدا جدا، هذا الإنجاز يعني يكفي الدولة المصرية شرفا أن تقوم به بصراحة شديدة. مبادرة حياة كريمة شملت كل مناحي الحياة بالنسبة للمواطن اللي بيقطن في الريف، شملت الصحة، شملت التعليم، شملت البنية الأساسية من صرف، من مياه نقية، من رصف طرق. كل هذه الأمور كلها بتدي في النهاية جودة للحياة للمواطن الذي يعيش في الريف. وبالتالي أنا من وجهة نظر الشخصية إن من أعظم المبادرات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية هي مبادرة حياة كريمة، لأن فعلا الريف المصري عانى معاناة شديدة من الإهمال خلال يعني 40 أو 50 سنة الماضية، خاصة أهالينا في الصعيد. وبالتالي عندما يعني تهتم الدولة المصرية بهذا المشروع وتلقي عليه الأضواء بهذا الشكل وتنفذ في 1500 قرية كمرحلة أولى بنسبة 60 مليون مواطن، دي مسألة في منتهى الخطورة، لأن عدد الغالبية العظمى من عدد سكان مصر بتعيش في الريف أصلا، وبالتالي يعني كانوا مهمشين في كل شيء. يعني لك أن تتخيلي ما كانش فيه كوب ماء صالح للشرب، وانتشرت الأمراض، وانتشرت أمراض كثيرة جدا لم نسمع عنها من قبل. كل ده بسبب إيه؟ سوء الحياة داخل الريف. وبالتالي عندما تهتم الدولة المصرية بهذا المشروع بهذا الشكل وهذا الاهتمام، فلازم الواحد إيه يعمل تعظيم سلام للقيادة السياسية في هذا الشأن، تعظيم سلام للحكومة المصرية التي تنفذ هذا المشروع، وتعظيم سلام أيضا للقطاع الخاص الذي يشارك الدولة المصرية في هذا الأمر. صحيح.